السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مرة أخرى في درس جديد، وهذه المرة في درس من دروس النشاط العلمي بعنوان الحيوانات تتغذى. الحيوانات تتغذى، الدرس رقم 2. إذن سنلتقي الآن إلى عناصر هذا الدرس، العناصر التي سنتطرق إليها من خلال الشرح. إذن أول عنصر أو أول عنوان، أتعرف على بعض الحيوانات العاشبة. سنتعرف أولا على بعض الحيوانات العاشبة، سنرى أسماءها وصورها. ثانيا، أتعرف على أنواع أغذية الحيوانات العاشبة. إذن سنتعرف على أنواع الأغذية التي تتناولها الحيوانات العاشبة. ثالثا، كيف تحصل الحيوانات العاشبة على غذائها؟ كيف تحصل الحيوانات العاشبة على غذائها؟ رابعا، كيف تتناول الحيوانات العاشبة غذائها؟ كيف تتناول الحيوانات العاشبة غذائها؟ إذن سأعيد القراءة. أولا، سنتعرف على أسماء بعض الحيوانات العاشبة. ثانيا، سنتعرف على أغذية الحيوانات العاشبة. ثالثا، سنتعرف على كيف تحصل الحيوانات العاشبة على غذائها. ثم رابعا، كيف تتناول الحيوانات العاشبة غذائها. إذن فلنبدأ بسم الله. أولا، أتعرف على بعض الحيوانات العاشبة. إذن سننطلق الآن لنتعرف على بعض الحيوانات العاشبة، ولعلكم أنتم تعرفون الكثير من أسماء الحيوانات العاشبة. إذن سننطلق الآن لنتقدم بعض الأمثلة فقط. نعم، إذن هذه صورة لحيوان تعرفونه جيدا، إذن اسمه الزرافة. هذه زرافة، إذن الزرافة من الحيوانات العاشبة. بقرة، إذن تعرفون كلكم البقرة، إذن البقرة من الحيوانات العاشبة. ظبي، إذن الظبي هذا هو كذلك من الحيوانات العاشبة. نعجة، إذن بالطبع أنتم كلكم تعرفون النعجة. النعجة من الحيوانات العاشبة التي تأكل العشب. إذن الحيوانات التي تأكل العشب نسميها حيوانات عاشبة. نعم، نتعرف بعض الحيوانات الأخرى. فيل، إذن الفيل يأكل العشب. أرانب، الأرانب تأكل العشب. ماعزة، إذن الماعزة كذلك تأكل العشب. حصان، والحصان كذلك يأكل العشب. جيد، إذن مرة أخرى سنرى صور لحيوانات أخرى عاشبة. أيل، الكركدن، إذن هذا حيوان نسميه وحيد القرن أو نسميه الكركدن. إذن عنده اسمان، وحيد القرن أو الكركدن، إذن هو من الحيوانات العاشبة. حمار وحشي. خنزير، إذن كل هذه الحيوانات التي رأيناها هي حيوانات عاشبة، إذن تتناول العشب. جيد، الآن سننتقل إلى العنصر الثاني، أتعرف على أنواع أغذية الحيوانات العاشبة. أتعرف على أنواع أغذية الحيوانات العاشبة. إذن جيد، إذن سننتقل الآن إلى الأغذية. إذن أول غذاء تحبه الحيوانات العاشبة هو التبن اليابس. تبن يابس، إذن هذا النوع من الغذاء نسميه تبن يابس، تذكره جيدا. إذن هو عبارة عن أعشاب يابسة صفراء
إذا تحبها الحيوانات كثيرا، الحيوانات العشبة. إذا أنواع الأغذية عند الحيوان سنقسمها إلى أربعة. أولا الأعشاب اليابسة، إذا الصنف الأول هو الأعشاب اليابسة، منها التبن اليابس ثم الأعشاب اليابسة. إذا هذا النوع من الأغذية الذي تفضله الحيوانات العشبة، إذا هو عبارة عن نباتات يابسة، يعني ليست خضراء إنما يابسة، النبات اليابس. إذا هو مفيد للحيوانات العشبة، إذا وتحبه كثيرا. تبن يابس، أعشاب يابسة، إذا تذكره جيدا. أعيد مرة أخرى، تفضل الحيوانات العاشبة التبن اليابس أو الأعشاب اليابسة. جيد، إذا هذا هو النوع الأول من الغذاء. نمر إلى النوع الثاني من الغذاء الذي تفضله الحيوانات العاشبة. نعم، الأعشاب الخضراء الرطبة، أعشاب خضراء رطبة، أعشاب خضراء يابسة، نباتات خضراء رطبة. نعم، إذا هذا النوع الثاني من الغذاء هو غذاء كما تلاحظون لونه أخضر، إذا أعشاب خضراء، ليست كالسابقة التي كان لونها أصفر، هذه لونها أخضر. أعشاب خضراء رطبة يعني ليست يابسة، إذا ما زالت في الأرض، لم يتم حصادها بعد، إذا ما زالت مزروعة في الأرض. أعشاب خضراء رطبة، والنباتات الخضراء الرطبة كذلك ما زالت مزروعة في الأرض. إذا بعكس الأعشاب الخضراء اليابسة، إذا هذه تم حصدها ولكنها ما زالت خضراء. أعشاب خضراء يابسة، أعشاب خضراء رطبة، ثم نباتات خضراء رطبة. إذا هذا نوع آخر من أنواع الأغذية تفضله الحيوانات العاشبة، إذا تعرفونه بلونه الأخضر، تسمى أعشاب خضراء رطبة أو أعشاب خضراء يابسة. جيد، إذا هذا النوع الثاني. نمر الآن إلى النوع الثالث من أغذية الحيوانات العاشبة. إذا النوع الثالث من أنواع الأغذية لدى الحيوانات العاشبة يسمى الحبوب. إذا لاحظوا معي الصورة، إذا هذا الحبوب، هذا النوع الأول من الحبوب يسمى الشعير. الشعير إذا هي حبوب نقوم بزراعتها وجنيها، إذا هي تصلح غذاء للإنسان وللحيوان، إذا تحبها الحيوانات العاشبة كثيرا. الشعير، الخرطال، إذا الخرطال هذا نوع آخر من الحبوب نسميه الشوفان، إذا بالدارجة الشوفان، وبالعربية الفصحى الخرطال، إذا تحبه الحيوانات كذلك. النوع الثالث، إذا الدخن، الدخن هذا نوع من أنواع الحبوب، إذا يسمى بالدارجة إلا، أبشلحة إلا، وبالدارجة كذلك يقول لي إلا. إذا الدخن هو نوع من أنواع الحبوب تحبه كذلك الحيوانات العاشبة. الذرة، إذا طبعا تعرفون الذرة، إذا هي نوع من أنواع الحبوب، إذا هي غذاء للإنسان وللحيوانات العاشبة معا. وأخيرا إذا القمح، إذا نوع آخر من أنواع الحبوب القمح، إذا تحبه كذلك الحيوانات العاشبة. إذا كل هذه الحبوب تصلح أغذية للإنسان وللحيوان معا. جيد، إذا هذا هو النوع الثالث، قلنا الحبوب. إذا أعيد التذكير، النوع الأول الأعشاب اليابسة، النوع الثاني الأعشاب الخضراء، والنوع الثالث الحبوب، وأخيرا نمر إلى النوع الرابع من أنواع الأغذية عند الحيوانات العاشبة. إذا وهو طبعا تعرفونه من خلال الصورة، إذا الخضر والفواكه. إذا لا تنسوا أن الحيوانات العاشبة تتغذى على الخضر والفواكه، إذا تحب أكل الخضر والفواكه. إذا ليس كل الحيوانات العاشبة تحب الخضر والفواكه، ولكن أغلبها تتناول الخضر والفواكه. إذا مثلا الحصان إذا يحب أكل التفاح، الأرنب يحب أكل الجزر، يحب أكل كذلك الملفوف. إذا هذه الخضر هي كذلك
أغذية للحيوانات العشبة، كذلك النعجة والخروف تحب أوراق هذا الخضر، أن تأكل الأوراق. وتلاحظون كذلك هناك بعض الخص، الخص كذلك من يعني تحبه الأرانب كثيرا. نعم جيد. إذا والخضر بالطبع هي كذلك أغذية للإنسان، هذا للتذكير فقط. إذا نعيد مرة أخرى الأصناف الأربعة لأغذية الحيوانات. إذا الحيوانات تتغذى على الأعشاب اليابسة، تتغذى على الأعشاب الخضراء، تتغذى على الحبوب، وأخيرا تتغذى على الخضر والفواكه. جيد.